إيمان المرأة الكنعانية وشفاء ابنتها كما يقول الكتاب المقدس، كما هي قالت: ابنتي مجنونة جدا. وبحسب وصف البشير مرقس بيتكلم أنه كان فيها روح نجس وكان بها شيطان. فمن هذا نستطيع أن نستشف أنه الأمر خطير والوضع صعب جدا. قبل ما أبتدي بجواب يسوع المسيح، الشخص أصعب مرض أحبائي هو المرض العقلي، لما الإنسان بيفقد عقله وما بيشعر شو اللي حواليه. والكتاب المقدس بيتكلم عن الضربة الشيطانية أو الشخص الملبوس بالأرواح الشريرة. فنستطيع أن نفتهم من صراخ هذه المرأة التي جاءت إلى يسوع المسيح وهي تصرخ: ارحمني يا ابن داود ارحمني. نستطيع أن نفهم قلب هذه المرأة، يوميا عايشة مع ابنة كما يسميها الكتاب مجنونة جدا، بها روح نجس. هذا الروح النجس خطير جدا، وأيضا بقول أنه أخرج الشيطان منها. فإذن في روح شرير كان بيسكن هذه الفتاة.